يا هلا بويس كونكتنج ذا عرب بويس جلوب. من هدي القرآن برنامج ديني يأتيكم بدعم من الشرق الأوسط للحوالات المالية Humanity Without Borders ومكة إسلامك سنتر. السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هدي القرآن لهذا اليوم 23 من شهر حزيران لعام 2015 الموافق 6 من شهر رمضان المبارك لعام 1436 هجرية. مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم، وتقديرنا للجميع مستمعينا في كل مكان وفي كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لقاءنا يتجدد بكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك مستمعينا الأعزاء. وطبعا كما عودناكم ضمن حلقات هذا البرنامج مستمعينا الأعزاء نركز على أهم الجوانب التي تهمنا كجالية عربية إسلامية مغتربة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منهاج مقدر لهذه الأمة ألا وهو منهاج القرآن الكريم. نحمد الله مستمعينا الأعزاء على أننا أمة محمد، أمة أكرمها الله وأعزها بالإسلام. مستمعينا الأعزاء بهذا طبعا مثل ما أنتم متعودين راح يكون معنا فضيلة الشيخ حسن علي اللي راح يتحفكم بكل ما هو موجود وكل ما هو مفيد في هذا الشهر الفضيل. طبعا يمكن أنتوا عرفتوا من خلال الكم حلقة الماضية أنه إحنا طبعا بناخد جوانب معينة بتهم الجالية المسلمة وتخضع لدستور الإسلام ولشرع الإسلام. طبعا البرنامج يحمل من هدي القرآن، فمنطقيا أن تكون جميع الأمور التي تناقش والجوانب من هذا القرآن الكريم. طبعا حكينا بالحلقات الماضية عن طبعا شهر الصوم وفوائده وأحكامه ومن يصوم ومن لا يصوم ومن مستثنى، ما يجوز وما لا يجوز، وطبعا أهمية هذا الموضوع أنه إحنا حاليا نعيش في هذا الشهر الفضيل المبارك. طبعا اليوم رح فضيلة الشيخ حسن علي رح يركز لنا على قضايا مهمة جدا مستمعين الأعزاء، ولا هي قضية الهدى. الهدى وهاي الكلمة وردت في القرآن في أكثر من جانب وفي أكثر من مكان، هدي وهدى، وأيضا في الآية الكريمة التي تنص على الصوم حيث قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أن كلمة هدى للناس وأيضا أن هدى للمتقين الذي وردت في مكان آخر من القرآن الكريم. قبل ما أعطي فضيلة الشيخ يتحفنا بما لديه من معلومات قيمة، أذكركم بهاتف الاستوديو 708-321-1313 extension 1، وكمان أؤكد لكم على حقيقة أنه إحنا اليوم رح نعطي كما عودناكم مسابقة شهر رمضان، رح نعطيكم 6 أسئلة للفترة الماضية، يعني 6 أيام، اليوم 6 أسئلة من رمضان، رح نعيد 6 أسئلة. طبعا رح نعطي سؤال الحلقة اليوم اللي هو السؤال 6، ورح نعيد لكم الأسئلة للحلقات 5. إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم رح تشوفوا كل هاي الأسئلة موجودة على موقعنا على الإنترنت، ورح طبعا مثل ما حكيت لكم أنه بدكم تودون الأجوبة يوم بيوم جيد، لكن أفضل أنا أن تكون الأجوبة في نهاية الشهر الفضيل. وطبعا حكينا لكم أنه في جوائز قيمة وقيمة جدا، مش رح نحكي لكم عنها هسه، لكن مثل ما حكيت لكم أنه الجوائز رح نعلن عنها بعد منتصف شهر رمضان. خلينا نكون إحنا وياكم متشوقين عشان تعرفوا شو هالجوائز، بس هي جوائز قيمة بكل حال من الأحوال.
لكن الأقيم منها أنه أنت بتراجع أو أنه أنت بتقرأ 30 جزء من القرآن، وهذه فائدتها عظيمة خلال شهر رمضان المبارك. نرجع مستمعي الأعزاء لفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، الهدى، ماذا تعني كلمة الهدى؟ نعم، جزاكم الله. تفضل. جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لمن يضع العباد ويرفع، ولأمره تعنو الرقاب وتخضع، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاح نجم في الدياج يلمع، ثم التحية والسلام عليكم أنقى من الصبح المنير وأنصع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. جميع الشرائع السماوية كافة وجميع الأنبياء والرسل جاءوا جميعا لهداية الناس إلى الدين الحق وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، ومن هنا كانت الهداية هي محور عمل الأنبياء والمرسلين جميعا، وهي ملتقى الكتب السماوية كافة. فكلمة هدى من حيث اللغة في لغة العرب تفيد الإرشاد، بمعنى الإرشاد والدلالة، يقال هداه إلى الطريق وللطريق، هداه إلى الطريق أو هداه للطريق، يعني أرشده ودله عليه. والمسلم يطلب الهداية إلى الطريق المستقيم صباح مساء، يعني المسلم على الأقل يردد في اليوم الواحد 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. نعم، وهنا في دلالة عظيمة كمان أنه اهدنا ليس اهدني، ففيه معنى يعني الهداية الشمولية، أن المجتمع كله يهتدي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن ينجو بنفسه فقط، الإنسان لا يستطيع أن يكون مهتدي في جماعة ضالة أو في مجتمع ضال وحده، يصعب عليه ذلك. ولذلك ندعو الله ونقول اهدنا يا رب كلنا جميعا، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ارشدنا يا الله إلى طريق الحق والصواب، ودلنا على ما فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. نعم. أيضا قال ابن عطية عن معنى كلمة الهداية في اللغة، معناها الإرشاد، لكنها يعني تتصرف على وجوه، يعني المفسرون لهم فيها يعني وجوه في تبيينها ومعناها، وكلها يعني لو تأملناها رجعت إلى معنى الإرشاد. الله سبحانه وتعالى ذكر الهداية والهدى في حوالي 125 مرة في القرآن الكريم، في 125 موضع في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، وذكرنا ذلك في حلقة سابقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويقول في سورة الإسراء، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم، وقد تأتي كلمة الهداية بالفعل المضارع أو بالفعل الماضي، ولها يعني دلالات كثيرة أخرى، لكن ما نريد أن يعني نؤكد عليه هنا أن التوفيق والهداية بيد الله عز وجل، التوفيق والهداية هي من الله سبحانه وتعالى. من شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول أيضا في سورة الأنعام، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نعم، لكن الهداية وإن كانت بيد الله تعالى، فالعبد مطالب بالأخذ بأسبابها. طبعا هو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، يعني الرزق هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا يستطيع أن يقول والله رزقي مكتوب، فأنا أجلس في بيتي أشاهد التلفزيون أو أستمع إلى يهالا فويس والرزق يأتيني في يعني عندي. لا، طبعا الإنسان يؤمن بأن الرزق من الله، لكن لابد له أن يستيقظ. نعم، السعي، يستيقظ مبكرا ويركب سيارته، وبعد أن يلبس يعني ملابسه ويذهب إلى عمله ويجتهد وكذا ويعمل طيلة أيام الأسبوع وكذا. فالهداية كذلك، نعم هداية من الله، لكن لها أسباب، لابد للعبد أن يأخذ بأسباب هذه الهداية. نعم، والإنسان أيضا العبد مطالب بالصبر والثبات والبدء بتحقيق هذه الايه، هذه الهداية وهذا الطريق الذي هو طريق الهداية. نعم شيخنا، وردت في القرآن
كلمة هدى وهدي، هل هنالك فرق أم أنها تعطي نفس المعنى؟ نعم، هدى وهدي يعني طبعا هي تصريفات لنفس الكلمة، وليس هناك يعني معنى يعني كبير بينهما. لكن ما أريد أن أقوله إنه الهداية لها نوعان، ويعني حضرتك يعني فتحتي السؤال إنه هل هناك أكثر من نوع للهداية أو للهدى. الهداية لها نوعان يعني كما وردت في القرآن الكريم. نعم، في أول سورة البقرة احنا قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا من القرآن إرشاد للمتقين واهتداء لما فيه الصلاح والفلاح في العاجل والآجل وكذا. لكن أيضا وردت في الآية 185 في نفس السورة سورة البقرة حينما تحدث الله عز وجل عن رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب هنا يظن الإنسان القارئ للقرآن من أول وهلة أن هناك تعارض. ليه؟ لأن احنا ربنا بيقول في الأول في أول البقرة في أول السورة هدى للمتقين، يعني معنى الكلام أنه هداية القرآن لا تصل إلا المتقين. أما هنا في حديث الله سبحانه وتعالى جل شأنه عن رمضان قال هدى للناس، القرآن قال هدى للناس، الناس معناها جميع الناس كافة، لفظ عام يشمل المتقي وغير المتقي ويشمل المؤمن وغير المؤمن. طيب كيف نجمع بين الآيتين أما أن هناك تعارض؟ طبعا لا يوجد تعارض أبدا. نعم، العلماء قالوا إن الهداية في القرآن نوعان، هداية دلالة أو دلالة وإرشاد، وهو الذي تقدر عليه الرسل والأنبياء والصالحون والدعاء والمربون وكذا وكذا وكذا. هذا معنى هداية الدلالة والإرشاد، أنهم يدلوا ويرشدوا إلى الطريق يعني إيه الصحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد ولكل قوم هاد. نعم، ولكل قوم هاد، يعني لكل قوم هاد يدلهم ويرشدهم إلى سبيل الحق. وأيضا في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أيضا هنا الهداية يقوم بها الأنبياء ويقوم بها غيرهم من الايه من المصلحون. طب هل الله عز وجل يعني اختار جماعة دون غيرهم وخلهم مهتدين بدليل الآية التي تقول إذا كان أنا فهمت معنى بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؟ نعم نعم، طبعا الهداية كلها من الله سبحانه وتعالى، كما أن الرزق من الله. فاحنا بنبسط الأمر بموضوع الرزق، احنا بنقول إن الرزق مكتوب، لكن هل الإنسان يستطيع أنه يستسلم ويقول والله أنا قاعد في البيت ورزقي سوف يأتيني؟ لا، بيأخذ بالأسباب. كذلك الهداية لابد للعبد أن يأخذ بأسباب الهداية. إذا أخذ العبد بأسباب الهداية هداه الله إن شاء الله، إذا علم الله عز وجل في العبد يعني خيرا وفي نيته خيرا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. طيب هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب العمرين إلى الله سبحانه وتعالى هو عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن علم الله عز وجل في قلبي عمر خيرا. سيدنا سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، سيدنا سلمان هذا يعني رجل رائع بكل معاني الكلمة، يعني ربما أفردنا له يعني حلقات. يعني هذا بحث عن الحقيقة، ترك القصور وترك رغد العيش في بلاد الفرس وذهب يبحث عن الحقيقة، لأنه يعني يعلم أن هذا الذي يعبده النار التي كان يعبدها معها يعني أهله وعائلته وقومه في بلاد الفرس، هذه ليست الله سبحانه وتعالى، هذه ليست الخالق، هذه ليست الرازق. فذهب يبحث عن الحقيقة، تنقل من رجل إلى رجل ومن رجل دين إلى رجل دين إلى مسيحي إلى آخر، حتى وصل إلى المدينة وبيع عبدا في المدينة حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسلم ويكون سلمان الفارسي الذي نعلمه جميعا والذي له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هذا هو المعنى الأول. احنا قلنا في معنيين للإيه؟ للهداية. أول معنى اللي هو معنى الدلالة والإرشاد اللي هو يقدر عليها الأنبياء والمرسلين. حتى الأم ترشد أبنائها وبناتها إلى الخير، حتى الأب يرشد أبنائه وبناته إلى الخير، هذه نصائح الإنسان بينصحها. أنا في المسجد أرشد الناس، أحاول أن أرشد الناس وأرشد نفسي إلى الخير، هذه دلالة. لكن هذه ليست كل الهداية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في سورة القصص. هذا النوع الثاني اللي هو معناه التأييد والتوفيق والتسديد. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنه حتى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لا تهدي من أحببت. لأنه لو نفكر في الموضوع ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، يعني أنت هتموت نفسك عشان هم مش مؤمنين.
يعني سبحان الله، يعني ربنا لو أراد لهداهم جميعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على هداية غير المسلمين، وكان يعني نزلت أعتقد هاي الآية، إذا أنا مش غلطانة، نزلت في زوج الشيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هو في، لما ننظر في الموضوع، في أكثر من فرد من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم كانش مسلم، يعني عمه أبو طالب يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن لم يسلم. طيب الشيماء يعني زوجها وغيرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد للجميع الخير، ويريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة غير مسلم قال يعني نفس تفلتت مني إلى النار، وفي بيقول في الحديث الصحيح أنا آخذ بحجزكم إلى الجنة وأنتم تتفلتون في النار، أو أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد الهداية للناس، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية توفيق وتأييد من الله سبحانه وتعالى، وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس ويهدي من يشاء. طيب نوضح الأمر أكثر، نقول إن الهداية في القرآن زي ما قلنا نوعين، الأول هو هداية عامة والثاني هداية خاصة. هداية عامة يعني إبانة الطريق وإرشادها وإرشاد الطريق الحق والسديد، ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريقهم ووضحنا لهم معالمه. فهديناه النجدين، يعني هسه أنت إشت على بالي هاي نفس الآية، فهديناه النجدين في سورة البلد، العقبة. نعم في سورة البلد صح، وهديناه النجدين. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة ثمود، في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بعد ما اهتدوا هم وعرفوا الطريق، يعني ايه اهتدوا هنا شافوا الطريق الصح وردوا رجعوا. نعم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول أيضا في سورة البلد وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير، النجدين هم طريق الخير والشر. نعم، يبقى الإنسان يعرف الخير والشر، ولكن الإنسان مخير فهو يختار. دي الهداية العامة. الهداية الخاصة هي تفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه العبد إلى طاعته، وتيسير سلوك طريق النجاة والفلاح للعبد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله، ويقول أيضا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن لا يشكل علينا الآن، يعني هاي صفات بنقدر نقول مثلا صفات الناس المهتدين إنه ولا لا؟ نعم، يعني صفات الناس المهتدين إن هم ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرهم. يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، كان كثير من غير المسلمين كفار قريش وكثير من اليهود وغيرهم من في جزيرة العرب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه النبي الحق، وربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن، قال إيه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بس إيه بقى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني هم عارفين ولكنهم يكتمون الإيه، يكتمون الحق وهم يعلمون. فهذه الهداية الثانية، ولذلك المفسرين هنا في يقولوا إنه هداية للمتقين، هدى للمتقين في أول السورة، إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني خص المتقين هنا تشريفا لهم وإجلالا لهم وكرامة لهم، لأنهم آمنوا به وصدقوا بما فيه، آمنوا بالقرآن وصدقوا بما فيه. وفي هدى للناس إنه هذا القرآن يعني فيه إرشاد، ولذلك وإلا طب يعني ما فائدة القرآن لغير المسلم؟ هل القرآن للمسلمين فقط؟ لا، القرآن للمسلم وغير المسلم، لكن من أراد من غير المسلمين أن يهتدي هداه الله. ولذلك أنا مثلا أحيانا ألتقي بغير مسلمين فيأتوا يسألونني عن الإسلام وكذا، فتشعري من اللحظة الأولى إن هو جاي يعني فعلا عايز الحق، يريد أن يهتدي الحق. والله إذا أراد أن يهتدي إلى الحق، الحق أبلج، الحق واضح، يعني لا غبار عليه. أي واحد منصف هيقرأ القرآن الكريم وبإنصاف ويعني بحياد وتعقل هيعلم أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله ولا شك في ذلك. لكن أي إنسان عنده شبهات وهو يعني عنده أجندة يعني خاصة به وهو عنده إيمانه الخاص به وبس عايز يجادل وكذا، لن يرى الحق ولن يهتدي إليه. نعم. طب شيخنا، هلا الآية القرآنية اللي تقول، اللي تتحدث عن الصوم، تقول فيها هدى للناس، وبعدين برجع بتكمل الآية وبينات من الهدى والفرقان. نعم. شو الفرق بين هدى للناس وبينات؟ هل هناك يعني فرق بمعنى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ الفرق بين المعنيين؟ نعم، الهدى طبعا هدى للناس هنا يعني هداية عامة لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم ومسلمهم وعاصيهم وكذا، هدى للناس. وبعدين وبينات يعني إيضاحات جلية تبين للناس وتوضح لهم يعني ما أشكل عليهم من البيان،
يعني من البيان من التبيين، يعني ما كل ما أشكل على الإنسان في عقله يبينه القرآن الكريم من الهدى والفرقان. يعني في هنا طبعا تكرار الهدى والهداية في نفس الآية يعني له معنى التوكيد وبيان الأهمية، إنه الهداية يعني هدى للناس وبينات من الهدى، يعني التكرار هنا يفيد التأكيد والتوكيد وبيان أهمية الهدى، وإنه معنى عظيم من معاني القرآن الكريم، ويعني مغزى عظيم وهدف غالي من أهداف القرآن الكريم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان أيضا من أسماء القرآن أو من صفات القرآن، أنه يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر. فمن اتبع القرآن الكريم كان له يعني ضياء نور، والنور يفرق بين الإنسان لما يبقى قدامه طريق ومظلم لا يستطيع أن يفرق بين الطريق لا يستطيع أن يرى اللافتات، لا يستطيع أن يرى اليمين من اليسار، لكن لما يكون في إضاءة الإنسان يرى اليمين واليسار، ويرى أن هناك هنا يعني جدول ماء، ويرى أن هناك هذا طريق غير مهيئ أو مطب أو كذا أو كذا، فيستطيع أن يعني يتبع الطريق الحق هنا. نعم. طيب الشيخنا أيضا بنفس الموضوع، يعني هدى للناس وهدى للمتقين، الفرق. نعم، فإحنا قلنا الفرق إنه في الأول ربنا سبحانه وتعالى ذكر المتقين كما قال بعض المفسرين، إنه الهداية الخاصة للقرآن هي هداية للمتقين. يعني مثلا الإنسان المسلم قد يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا يتحرك له، إحنا في رمضان أحيانا بمساجد بتصلي التراويح وتختم القرآن الكريم كله، أو الإنسان الأخ أو الأخت يقرأ كل يوم جزء إن شاء الله، لكن لا يتحرك شيء من الإنسان. يعني طبعا هو القراءة في حد ذاتها شيء جميل ورائع لأنه فيها ثواب عظيم وتقرب الإنسان من ربه، لكن ربما لا يتحرك الإنسان. ليه بقى لا يتحرك الإنسان؟ مع أنه لما ننظر إلى السلف الصالح وإلى الصحابة الطيبين نرى الإنسان أن الواحد منهم قد يقرأ آية واحدة أو سورة واحدة ويبكي عليها ويرددها طوال الليل. يعني لماذا؟ لأنه هنا اللي حصل أنه كما قال الحسن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لما الإنسان قال الحسن الذنب على الذنب حتى يسود القلب، فإذا هنا احنا عملنا حاجز بين قلوبنا وبين الهداية، فلابد من أن احنا نزيل هذا الحاجز. طبعا مش بتأتي بسهولة، يعني الإنسان لما بيبدأ في أول رمضان بيبقى الصيام ثقيل عليه قليلا، قد يكون ثقيلا عليه، القراءة يعني لا يتأثر بها، يعني الصلاة كذا، لكن سبحان الله مع نهاية الشهر، مع نهاية الشهر الكريم اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنه الإنسان قلبه بيرق وبيبدأ يتفاعل مع آيات القرآن وبيبدأ يحب الصلاة ويحب القيام. ليه؟ لأنه عايز وقت عشان في تواصل. نعم، تواصل مع الله سبحانه وتعالى. طيب مستمعين الأعزاء، إحنا رح نطلع فاصل، خليكم معنا ورح نحكي كمان شوية عن الهداية اللي مطلوبة ما بين الأباء والأولاد واللي هي ركن أساسي من أركان التربية. فاصل ونعود. You're listening to Ya Hala Voice. Ya Hala Voice. The decision to become an organ and tissue donor offers a precious gift to others, the hope for a new life. We are all connected. We might have different faiths, but together we help save lives. I am of the Jewish faith, and I am involved in the gift of hope because my faith teaches that saving one life is as saving the whole world. السلام عليكم، أنا من الجالية الإسلامية في شيكاغو أمريكا، وأشجع على التبرع بالأعضاء مع المؤسسة Gift of Hope. And I am a Christian, and I am part of Gift of Hope because life after death can mean so much more than heaven. It can mean that human lives that are cut short often in tragic circumstances can bring life to others here on earth. Join us, giftofhope.org. Let the music continue for others. Home Life Furniture. آخر صيحات الأثاث وكل ما تحتاج من مفروشات. Home Life Furniture. الأمانة، الأخوة والدقة في المواعيد. No credit needed to finance. Everyone is approved at Home Life Furniture.
13449 South Cicero Avenue in Crestwood, Illinois, 708-631-3627. Mention Ya Hella Voice and your delivery is free. Get $200 off when you spend $1,500. I will earn my degree. I will persevere. I will be unstoppable. What will you do? Come to Moraine Valley Community College and we'll help you fill in the blank. Moraine Valley is located in Palos Hills, Illinois. Get hands-on training to prepare for today's hottest jobs or earn the first 2 years of your bachelor's degree. Convenient class times and affordable tuition let you reach your personal and professional goals on your schedule and within your budget. Classes start May 18th, June 8th, and July 6th. Register now at morainevalley.edu. And so you can say, I will achieve my goals. I will achieve my goals. I will achieve my goals. Deskia Center provides educational and professional development opportunities that create a meaningful connection to Allah and his beloved Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, through the teaching of the Quran, the Sunnah, and Islamic studies. At Tazkiyah Center, we also provide educational and inspirational lectures where teachers and students can benefit from in order to strengthen individuals, families, and the community. Please visit our website, tazkiyahcenter.com, T-A-Z-K-E-Y-A-H, center.com, located on the corner of 89th and Ridgeland. أكلان هابي هونداي. جديد ومستعمل، أكثر من 600 سيارة، كل الأنواع والموديلات لتختار منهم. في أكلان هابي هونداي رح تطلع بسيارة أنت بتختارها، سواء عندك كريدت، ما عندك كريدت، أو أول مرة بتشتري سيارة. والمفاجأة أنه دفعة السيارة ممكن توصل ل $139 بالشهر بس. ومش بس هيك، كمان إذا عندك سيارة قديمة رح نشتريها منك حتى لو ما اشتريت سيارتنا. أكلان هابي هونداي 9121 South Cicero Avenue in Oakland, Illinois 800-363-4312 واسألوا عن أمين ليعطيكم أكبر خصم ممكن. أكلان هابي هونداي, where our customers send their friends. هل أصبت بحادث سيارة أو خلال العمل؟ هل تعاني من تمزق العضلات أو وجع بالرقبة؟ اتصل على الدكتور أبو شنب على الرقم 708-599-9250. الدكتور أبو شنب الخبير الذي تحتاجه لعلاج إصاباتك في عيادته في بريدج فيو وروميوفيل. 708-599-9250. نقدم لكم الدكتور أبو شنب الخبير والمعروف في مجال العلاج الطبيعي والمتخصص بإصابات الحوادث والعمل. اتصل الآن 708-599-9250. كيف الحال؟ مرحبا علينا. بتفضل تشتري الجروسري تبعتك من شوبن سيف ولا من بيتس؟ من شوبن سيف. ليش؟ لا كل شيء وأرخص. لا هلأ من شوبن سيف. خلاص تعودنا عليه لأني ساكنة قريب من هون. Would you rather do your grocery shopping at Shop and Save or Pete's? Shop and Save. Why? I know it better than Pete's. بتفضلي Shop and Save ولا Pete's؟ Shop and Save. ليش؟ كل شيء موجود فيه ورخيص أسعار. لا من Shop and Save. ليش؟ عندهم كل شيء وأرخص. حاجة بتحب تشتري أغراضك من Shop and Save ولا من Pete's؟ وين بنتها؟ Shop and Save Market is what they recommend. Shop and Save Market is what we recommend. Actually, it's where we shop for our 100% halal products. Groceries, fruits, veggies, seafood, and all we need for the kitchen. Shop and Save has 6 locations. One of them is just right here in Bridgeview. It's that simple. It's Shop and Save. Ya Hella Voice kindly invites you to a night full of heartwarming care and generosity.
Our second annual of Thought for Charity presented by Gift of Hope. It is a chance to show the spirit of coming together. It is a free iftar. It is an opportunity to bring the community together. Iftar for Charity is a joyful event with a live show, guest speakers, food and toy drive for the Eid. Save the date, Friday, July 3rd at Paradise Banquet Hall in Bridgeview. Iftar for Charity, presented by Gift of Hope Organ and Tissue Donor Network. Give what you can. بدك تربح تذكرتين لأبو ظبي؟ اتحاد إيرويز ويا هلا فويس بدهم يعطوك التذاكر لأبو ظبي مجاناً. ما عليك إلا تسمعنا وتشارك معنا. هاي هي فرصتك لتروح على أبو ظبي مجاناً. شو مستني؟ اتصل على 708-321-1313. يا هلا فويس. Connecting the Arab Voice Global. جديد ورحب بكم مستمعي الأعزاء، وأذكركم أنكم تستمعون إلى برنامج من هدي القرآن ومحاورنا الشيخ حسن علي. مستمعي الأعزاء، أذكركم أن هذا البرنامج يأتيكم بدعم من Humanity Without Borders. لدعم هذا المشروع يرجى الاتصال على 913-839-6300. وأيضا هذا البرنامج يأتيكم بدعم من الحوالات المالية للشرق الأوسط. لتحويل جميع أموالكم إلى الشرق الأوسط يرجى الاتصال على 708-257-2500. وأيضا هذا البرنامج يأتيكم بدعم من مكة إسلاميك سنتر، مشروع بناء مسجد مكة. لدعم هذا المشروع الخيري يرجى الاتصال على هاتف 630-241-2000. وطبعا عدنا مستمعين الأعزاء، أذكركم طبعا بمواعيد هذا البرنامج، يأتيكم كل اثنين وخميس الساعة الخامسة على الانترنت، ويوم الثلاثاء والجمعة الساعة الرابعة على الهواء. وطبعا تعاد حلقات هذا البرنامج في اليوم التالي الساعة الحادية عشرة صباحا. وطبعا كنا سألنا سؤال لفضيلة الشيخ حسن علي قبل ما نطلع على الفاصل، وكان سؤالنا طبعا بما أنه برنامجنا من هدي القرآن، وطبعا القرآن هو دستورنا ودستور حياتنا في هذا العالم، وأيضا الآباء يعني نتبع إحنا ما جاء في القرآن جملة وتفصيلا بدون نقاش، وأيضا الآباء الذين يربون أبنائهم يستندون، طبعا العائلات المسلمة تستند في تربية أبنائها على ما ورد في القرآن الكريم، وتنشئ أبنائهم على التربية الإسلامية الصحيحة ليكونوا أعضاء نافعين وصالحين في هذا المجتمع. وطبعا فضيلة الشيخ، كيف يعني ما هو المطلوب من الآباء تجاه الأبناء ليكونوا هداة أو يكونوا نموذج لأبنائهم، وعلى ماذا يستندون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله سبحانه وتعالى جعل مسؤولية الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة جدا في تربية الأبناء والبنات. المسؤولية ليست مسؤولية يعني لتوفير المكان المناسب للسكن فقط أو الغذاء والكساء أو، لكن مسؤولية كبيرة، مسؤولية شاملة تشمل يعني التنشئة والتربية على مبادئ الإسلام وتعاليمه، وتربية الأولاد على العلم النافع الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولذلك هذه المسؤولية هي مسؤولية كبيرة جدا. ولذلك احنا بنرى في القرآن الكريم في سورة لقمان أن لقمان الحكيم، وسيدنا لقمان يعني اختلف العلماء في تصنيفه هل هو عبد صالح أم هو نبي، يعني بعض العلماء قال أنه نبي وبعض العلماء قالوا أنه عبد صالح. لكن على أي حال، لا شك أن لقمان أوتي من الحكمة
يعني ما لم يعني يتيسر لكثير من البشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له سورة خاصة في القرآن. لقمان في سورة لقمان يعني وعظ ابنه مواعظ عديدة جدا. فهذا يبين لنا كيفية أنه حريص كل الحرص على هداية ابنه. فبدأ بلا تشرك بالله، وبعدين لا تصعر خدك، ويعني عدد وسائل كثيرة ونصائح غالية. لكن الآباء والأمهات قبل الكلام، أنا أقول قبل الكلام لابد أن يكون الفعل. يعني الإنسان يعني يكون نموذج. نعم يكون نموذج، لابد أن يكون هناك قدوة، لابد أن احنا نكون قدوة لأولادنا. قدوة لأولادنا، وإلا طبعا يعني أصبح الكلام كلاما يعني خالي من المعنى وخالي من الايه من المضمون. يعني الأب والأم لابد أن يلزموا أنفسهم أولا بالأخلاق التي يسعون إلى تأديب الأولاد عليها. فلا يليق أبدا أن ينهي الوالد ولده عن التدخين وهو نفسه يدخن مثلا يعني. ولهذا قال أحد السلف لمعلم أولاده، زمان كان في حاجة جميلة جدا، كان الناس عندها مدرس يدرس الأولاد العلم، وكان في حاجة تانية اسمها مربي. المربي ده وظيفته التربية، يعني يعلم الولد أو البنت كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يرضوا على الأكبر منهم، كيف أولاد الذوات يعني. نعم أولاد الذوات طبعا دول كانوا أولاد الذوات اللي هم أولاد الأمراء والأغنياء وكذا. فكان في حاجة اسمها مربي، يعلمهم الإتيكيت بتاع الأكل والشرب والمشي وكذا وكذا. ودي حاجة طبعا عظيمة جدا طبعا، لأنه العلم فقط يعني بدون تطبيق يعني لا فائدة معه. ولذلك القدوة الحسنة لابد أن يكون. ولذلك أحد السلف زي ما قلت كان يقول لمعلم أولاده، ليكن أول إصلاحك لبنية إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت. يعني ليه؟ لأنه ده مربي، المربي فهو بيقول له أنت عايز تربيهم مظبوط، لابد أنت تصلح نفسك الأول. فإذا أصلحت نفسك ووجدوا ذلك فيك، لأنه فعل رجل في ألف رجل يعني خير من فعل من قول ألف رجل في رجل. نعم، فالقول الإنسان ممكن يقول خطب كبيرة جدا وعظيمة، لكن الفعل هو أبلغ. الفعل أبلغ. نعم. يعني وعلى مستوى الأسرة مثلا، لو شفنا أنه الأم مثلا أو الأب مثلا مثلا هو يتمنى أن يشوف أولاده على أحسن صورة، لكن هو مثلا بعيد عن نوعا ما عن تعاليم الإسلام أو عن شرع الإسلام. نعم. ويجي يقول لأولاده مثلا أنت بدك تصلي، أو الأم تقول لبنتها أنت بدك تصلي، أو أنه أنت بدك تتحجب، يقول الأولاد ينظروا لأهلهم، لا الأب بصلي ولا الأم حجب. طب نعم. في الحالة هاي مين بده يكون لهم النموذج يعني؟ نعم مزبوط، بيبقى الأمر صعب، وبيحصل عند الأولاد أحيانا انفصام في شخصيتهم، مش عارفين يصدقوا مين ولا يكذبوا مين. هم مش عارفين يصدقوا اللسان ولا العين التي ترى. نعم، ولذلك يعني هذا أمر مهم جدا، اللي هو طبعا البدء بالنفس والقدوة الحسنة. ورمضان هو فرصة عظيمة لذلك، إن إحنا نربي نفسنا ونربي أولادنا على الفعل الخير. لكن بعد بذل الجهود والنصائح وكذا وكذا، أحيانا بنجد سبحان الله ولد أو بنت يعني خرج عن الطريق. نعم خرجوا عن الطريق، مع إن الأب والأم ما شاء الله عليهم وناس يعني أفاضل ومحترمين وملتزمين وكذا وكذا، ونعجب من ذلك. وأحيانا نرى العكس، لكن لا عجب في ذلك. ليه؟ لأن القرآن الكريم فيه أمثلة لذلك. سيدنا نوح عليه السلام الذي مكث في قومه أكثر من يعني حوالي 950 سنة يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ابنه لم يؤمن به. يعني هل بقى نقول قصة الطوفان يعني كل الطوفان يا بني يركب معنا أوكي، وبعدين قال سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. هل نقدر نقول هنا أن سيدنا نوح فشل في هداية ابنه؟ لا، هو لا يملك هداية ابنه، هو يملك الهداية اللي هي النوع الأول، اللي هو الدلالة والإرشاد. دلالة وإرشاد، يدل على الطريق ووضح له وقال له. حتى سيدنا إبراهيم الخليل. نعم. يعني مع أبوه. مع أبوه صحيح، مع أبي صحيح، هذا حدث مع سيدنا إبراهيم ومع أبيه. نعم، إنه يعني كلمه كذا وكذا ولكن لم يستجب. نرى أيضا سيدنا لوط زوجته، زوجة سيدنا لوط سبحان الله. يعني سيدنا لوط يتبع كثير من الناس، لكن زوجته اللي هي تعيش معه في البيت كانت يعني إلا امرأته كانت من الغابرين، واخد بالك. وها أمثلة كثيرة، لكن نجد مثلا على النقيض، نجد مثلا زوجة فرعون. زوجة فرعون على كل ما أوتيت من قصور وأموال وعزة وجمال وكذا وكذا، لا اختارت أن تؤمن بالله وأن تكون مع موسى، لا ليس مع فرعون. مع فرعون سبحان الله. فهم هنا الاختيار، هم اختاروا ذلك. ولذلك الإنسان بيسعى، احنا بنأخذ بالأسباب عشان ما نقولش ان احنا ايه قصرنا.
فبقول للاباء والامهات يعني في يعني استغفر الله العظيم انا يعني لا اريد مش في هنالك تناقض استغفر الله العظيم ليس في القران طبعا استغفر الله العظيم لكن من يهده الله فهو المهتد وبعدين نرجع نقول انه هم نفسهم مش مهتدين يعني مش طريق العبد مرسوم يعني من الله عز وجل نعم. بحيث انه هذا هو الطريق انت تمشي فيه وبالتالي اما شاكرا واما كفورا نعم ما هو هذا الموضوع هو موضوع طبعا هام جدا هو موضوع هل الانسان مخير ام مسير يعني اذا كان الهدايه من الله سبحانه وتعالى فما فائدة القرآن مثلا ما فائدة الأنبياء والمرسلين مظبوط طيب وبعدين في القرآن يقول من يهده الله يشرح صدره للإسلام طيب كيف نجمع بين الأمرين زي ما قلنا بالضبط إنه الإنسان هو من يختار في أسباب للهداية يعني صحيح ربنا سبحانه وتعالى في علمه إنه فلان سوف يهتدي لأن في الحديث إنه الملك بيؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد وإحنا أصلا معروف الإنسان أعماله كذا لأن ليس هناك شيء خفي عن الله ما فيش حاجة يعني مفاجأة لله سبحانه وتعالى يعني حاشا لله كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى مفاجأة للبشر نعم. نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كل الاحتمالات التي نتخيلها والتي لا نتخيلها يعلمها الله لكن ربنا سبحانه وتعالى على الجانب الآخر أعطانا الخيار فمثلا أنا دلوقتي أنا أستمع إلى يا هلا فويس أنا أملك الخيار إن أنا أحول المؤشر الإذاعة إلى أي قناة أخرى. قناة أخرى. مظبوط. لكن أنا اخترت أن أستمع إلى يا هلا فويس. هذا خيار. هذا خيار. إذن الله سبحانه وتعالى علم إنه فلان الفلاني أو فلان الفلانية بيقودوا سيارتهم راجعين من شغلهم أو جالسين يعني ينتظرون يعني أحد وبعدين سوف يقلبون في الإذاعة في القنوات وسوف يستمعون إلى يا هلا فويس. ربنا يعلم ذلك. لكن في الحقيقة الأمر لم يجبرني أحد إن أنا أختار إن أنا أفعل ذلك يعني لم يجبرني لما أنا أكون واخذ الهاي واي ورايح مكان معين ونفترض إنه في طريقين في واحد إكزت دلوقتي الآن وإكزت بعد شوية في مخرجين للطريق ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنني سوف أقود السيارة وسوف آتي في هذا المكان في هذه الساعة في بهذه السيارة وسوف أفكر يعني أي المخرجين أخذ وسوف أختار هذا المخرج يبقى النهاية الكونكلوجن يعني نهاية الاختيار الإنسان هو من يتخذه لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويوفق الإنسان إليه فلذلك إحنا بنقول إنه لابد أن يعني نسعى جميعا إلى الهداية وأن نسلك طرقها والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن شاء الله ربنا يجعلنا من المهتدين ونأخذ الاتصال الهاتف اللي معنا ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام من هنا المهر الله يعطيكم العافية زيدك عافية أهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم السؤال يا سيد الشيخ في الظاهر نحن أقرب أمة إلى الله صلاة على مدار الساعة حج عمرة ما شاء الله شيوخ بالآلاف أئمة بالآلاف ولكن نحن نعيش أسوأ أيامنا هذه الأيام السؤال الأول أين الخلل ثانيا تحدث عن التسامح والناس الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر كلمة الناس 240 مرة 240 مرة رب الناس الكعبة إن أول بيت وضع للناس نبينا وما أرسلناك إلا كافة للناس رحمة يا أيها الذي الكعبة كله يعني للناس ربنا سبحانه وتعالى رب الناس ربنا سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت مشركة ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت موحدة أو مسلمة لا يمكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق ناس مغضوب عليهم أو ناس ضالين أو ناس فاسقين أو ناس مؤمنين أو مسلمين ربنا عادل هو رب الناس مغضوب عليهم من جميع الطوائف هذا رأيي مش فتوى هذا رأيي من جميع الطوائف سواء كان مسلم ممكن أن يكون مشرك وأقصى عقابة عند الله سبحانه وتعالى أقصى عقوبة عند الله هي الدرك الأسفل أعدت لمن؟ للمنافقين في الدرك الأسفل من النار وما أكثر المنافقين نراهم هذه الأيام عبر الفضائيات صوت وصورة يخرجون بالفتاوى
يعني شيء غريب اللي أنا بشوفه هذه الأيام، إنه الخلل في التعليم، تعليم الناس الدين المغلوط. نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا يا سيدي الشيخ. ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. يعني أنا بستغرب لما بنشوف أنه إحنا أكثر ناس نتحدث عن الدين المسلمين، 24 ساعة نتحدث عن الدين وقال الله وقال الرسول منذ 2436 سنة، وهناك مليونين وهناك الملايين في الشوارع الآن في رمضان الكريم، ملايين المسلمين في الشوارع مظلومين. والسبب مش واحد وظالم، المنافقين حول هذا الظالم. فأنا السؤال يعني إحنا إلى متى سنبقى نقول قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول ونحن مهزومون في الواقع؟ نحن أسوأ أذل أمة على الأرض في الوقت الحالي، في الوقت الحالي أذل أمة بعد يعني ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالسؤال لما بكون الإنسان غضبان وزعلان على الواقع، لأنه هذا من صفة المؤمن المسلم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. ما أراه في السجون الآن عباد الله الصالحين في السجون في مصر وفي سوريا وفي فلسطين ويبرأ اللصوص والمجرمون. أوكي طيب حسن دخل شو السؤال؟ يا السؤال الثالث شو هو؟ هل يجوز أن ننافق للظالم؟ هل يجوز أن يكون أكبر مؤسسة دينية في متعارف الإسلام الأزهر أن يكون شيوخه منافقين ويكون رؤساء على رأس انقلاب عسكري ظالم؟ هذا السؤال. طيب تسلم، شكرا لك يا ماهر. وإحنا هسا الله يخليك أهلين، وإحنا راح نسمع من فضيلة الشيخ حسن. نعم جزاك الله خير. هو طبعا الأخ ماهر جزاه الله خير، يعني أنا فاهم هو بيتكلم عن إيه، وأظن كثير من المستمعين يعلمون عما يتحدث عنه ويشكو حال الأمة جميعا، ويقول إلى متى يعني نقول قال الله وقال الرسول ونحن يعني أصبحنا أمة ذليلة. طبعا يا أخي ماهر، إحنا سوف نظل نقول قال الله وقال الرسول حتى نعمل بما قال الله وقال الرسول. إحنا لو حضرتك، أنا عارف إن حضرتك متابعنا، يعني قلنا إنه الهدف من القرآن ليس الحفظ وليس التلاوة وليس الترديد، الهدف من القرآن أن نطبقه تطبيقا عمليا. يعني السيدة عائشة حينما سئلت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض. طبعا أنا معاك إن إحنا أصبحنا نردد فقط والأفعال أصبحت قليلة، لكن هذا يعني رمضان، إحنا بنقول رمضان إحنا لن نيأس أبدا من ترديد كلمات الله ولا كلمات رسوله. سيدنا نوح لسه قايلين 950 سنة ليلا ونهارا سرا وجهارا بنذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لعل في وقت من الأوقات سبحان الله لا تدري الإنسان يفوق من غفلته ويقرر أن يتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك فقط يعني ترجع الأمة إلى رشدها. ما ضاع الأمة ليست بالصيام ولا بالصلاة ولا بالزكاة، الأمة بتحقيق كل معاني الحياة. ولذلك هناك علاقات كثيرة ممكن نتحدث عنها في لقاء قادم إن شاء الله. هناك ثلاثة علاقات للمسلم لابد له أن يرعاها حتى ينصلح حاله، وليست فقط علاقته بربه أو بربه، لكن في علاقته كمان مع الناس ومع نفسه إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله، جزاك الله كل خير. طيب شيخنا، إحنا على أساس أنه إحنا في الجزء الأخير من البرنامج أو الدقائق الأخيرة، خلينا نرجع نحكي سؤال حلقة هذا اليوم. نعم. ونعيد الأسئلة السابقة، وإذا ظل عنا وقت بنرجع نكمل بالهداية. رح نحكي اليوم سؤال الحلقة الرابعة. الرابع. نعم، اليوم سؤال الرابع. رح نرخي الحلقة الرابعة. طبعا احنا بس رح نعطيكم اليوم الست الأسئلة الأولى، اللي هي لأنه اليوم هو اليوم السادس من رمضان، والشيخ هسه رح يعطينا سؤال الحلقة الرابعة. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هل هذه الحلقة الرابعة أو الحلقة الثالثة؟ الرابعة. نعم. طيب، في الجزء الرابع من القرآن الكريم، أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالمسارعة إلى المغفرة والجنة، والجنة التي عرضها السماوات والأرض. ثم بين سبحانه وتعالى صفات المتقين الذين أعدت لهم هذه الجنة، وأن جزاؤهم مغفرة الله تعالى ورحمته. المطلوب اسم السورة الكريمة ورقم الآيات التي تتحدث عن ذلك. طيب فضيلة الشيخ،
أنا شكله مش معايا الأسئلة. طيب هذا السؤال الرابع. نعم. طبعا إحنا رح نعطي اليوم السؤال السادس لأنه إحنا اليوم السادس من رمضان على أساس أنه تم قراءة 6 أجزاء لغاية الآن، لأنه إحنا ما شفناكم السبت والأحد، وعشان هيك رح نعطيكم كل الأسئلة مشان تواكبوا معنا مع الأيام، لأنه لما رح نرجع لكم يوم الاثنين بيكون إحنا عطيناكم سؤال الحلقتين تبعت الجمعة تبعت السبت والأحد الماضي. يعني سؤال الخامس والسادس. اللي هما سؤال الخامس والسادس. أعيد أنا السؤال الأول. السؤال الأول والثاني والثالث رح أعيدهم وبعدين بكمل لنا الشيخ بيعطينا السؤال الخامس والسادس. في السؤال الأول هو في الجزء الأول من القرآن الكريم تحدى الله سبحانه وتعالى الكافرين أن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن، ثم توعدهم بالذل إن لم يفعلوا ذلك، ثم بشر سبحانه المؤمنين بشارة عظيمة. ما هي اسم السورة والآية التي وردت فيها هذه؟ هذا في الجزء الأول. أما السؤال الثاني طبعا وهو متعلق بالجزء الثاني من القرآن، وفي الجزء الثاني من القرآن الكريم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سيبتلي عباده، ثم أمر بالصبر وترديد دعاء مخصوص عندما تصيب أحدنا مصيبة، ثم بيّن جزاء الصابرين. ما هي الآية، ما هي السورة التي وردت فيها هذه الآية، وما هي الآيات، السورة والآيات، صحيح شيخنا؟ نعم. أما سؤال الجزء الثالث أو سؤال الحلقة الثالثة، ورد في الجزء الثالث من القرآن الكريم آية تبين وعد الشيطان ووعد الله للمتصدقين والذين ينفقون أموالهم في رضاء الله. ما هي السورة والآيات التي وردت فيها هذه؟ الحلقة الرابعة اللي قالها الشيخ الآن، في الجزء الرابع من القرآن الكريم أمر الله سبحانه وعباده المؤمنين بالمسارعة إلى مغفرته وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ثم بيّن صفات المتقين الذين أعدت لهم هذه الجنة وأن جزاءهم مغفرة الله سبحانه وتعالى. ما هي السورة والآيات التي وردت فيها هذه؟ شيخنا نرجع تقول لنا السؤال الخامس والسؤال السادس، جزاك الله كل خير. السؤال الخامس، في الجزء الخامس من القرآن الكريم حرم الله تعالى القتل وجعله من الكبائر وبيّن عقاب الذي يقتل مؤمنا متعمدا. المطلوب اسم السورة ورقم الآية أو الآيات الكريمة. السؤال السادس، في الجزء السادس من القرآن الكريم أمر الله تعالى أهل الكتاب ألا يغيروا الحقائق وبيّن أن عيسى بن مريم رسول الله ونهاهم عن عقيدة التثليث. المطلوب اسم السورة الكريمة ورقم الآية أو الآيات التي تتحدث عن ذلك. شكرا شيخنا وجزاك الله بالخير. طبعا مستمعينا الأعزاء، هذه الأسئلة لغاية اليوم هو السؤال السادس، بتابعونا وراح تكون هاي الأسئلة موجودة في على موقعنا على الانترنت، وعلى راح ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع راح تكون جميع الاسئله موجوده. وطبعا مثل ما حكيت لكم انه يا اما بترسلوا لنا اياها ويا اما بتجمعوها لغايه اخر هذا الشهر. طبعا حلقه اليوم سمع الاعزاء طبعا لو ضلينا نحكي فيها، يعني القران الكريم هو هدينا وهو دستورنا وهو منهاجنا كامه مسلمه، امره الله سبحانه وتعالى ان تتبع تعاليمه فيها الكثير. طبعاً اليوم كانت حلقتنا عن هدى للناس وهدى للمتقين، معنى كلمة الهدى وكيف ومن هم المتقين ومن هم الذين تنطبق عليهم هذه الصفات. في نهاية هذا اللقاء طبعا حلقة الغد راح يكون فيها موضوع جديد، وفي نهاية هذا اللقاء لكم مني أنا كوثر عثمان أجمل الأمنيات وفضيلة الشيخ حسن علي ومن الهندسة الإذاعية خالد خلفة، نلقاكم بمشيئته تعالى يوم الخميس في أمان الله. You're listening to Ya Hala Voice.